السلام عليكم أصدقائي حلوين، يا ريت ما تنسوا الاشتراك بالقناة. موضوع حلقتنا اليوم عن شو الغذاء المفيد للمرأة الحامل شهر بشهر. في مقولة بتقول لك إنه المرأة إذا صارت حامل صارت مسؤولة عن شخصين، لازم تاكل كتير أكثر، بس هي مقولة خاطئة. هو الحقيقة لازم تعرف شو تاكل وتخفف الكمية، يعني النوعية وليس الكمية. هلا الحمل بينقسم، هنقسمه لثلاث اقسام، الثلث الاول والثلث الثاني والثلث الثالث. كل ثلاث شهور هن بيعبروا عن ثلث. المرأة الحامل قبل ما تحبل او باول الحمل لازم تبلش تاخذ فيتامينات الحمل وتركز على حمض الفوليك او البي 9. طبعا هذا مهم جدا لتكوين الجنين، لان الجنين باول الاشهر بيتكون له الحبل الشوكي والدماغ والجهاز العصبي، فهو مهم جدا حمض الفوليك او الفولات. طبعا كمان الجنين باول 3 اشهر بيكون حساس كثير للتلوث، فلازم تمتنع عن التدخين، تبتعد عن المدخنين، تشرب مي كثير طول فتره الحمل. طبعا المي، تمتنع عن اي شيء ملوث بالزئبق او الرصاص، ما تاكل معلبات، تتجنب الاكل الفاست فود الوجبات السريعه، تخفف السكر الابيض وتمتنع عنه، وتاخذ السكريات من عند الفواكه، تساوي وجبه فواكه لها عواد ما تاخذه يعني من السكر حتى ما يصير معها سكر حمل. تخفف الملح، ملح الطعام قد ما بتقدر حتى ما يصير اي ضغط حملي او تسمم حمل، هذا مهم جدا كمان تخفيف الملح وتخفيف السكر الابيض. مثل ما انها تشرب مي، تمتنع عن اي عصائر محلات، هدول المعلبات يعني كمان تمتنع عنهم، ما مناح لانه كمان غير جيدين. بعدين بالثلث الاول بقى ببدايه تكون انقسامات الخلايا وتكون الحبل الشوكي والمخ، ما بيلزم لازمها تاكل مثل الاوميجا 3 اللي هو احيانا بيحطوه على علبه الفيتامين دي اتش اي 300 ملغ بيلزمها. بيلزمها كمان فيتامين سي، بيلزمها فيتامين اي. الفيتامين اي بيلزمها حوالي 30 يونت، وفيتامين سي حوالي 60 ملغ يوميا. طبعا نحن عم نحكي وفيتامين مثل ما او حمض الفوليك بي 9. بس هلا الفكره تبعي اي فيتامين بيلزمه وسط لاذابته، يعني اذا بدك تاخذ فيتامين بي لازم تشرب مي كثير، اذا بدك تاخذ يصير عن تاخذ يصير عن تمتص الكالسيوم جيدا لازم تاخذ فيتامين دي. طبعا فيتامين دي بناخذه من الشمس او من السلمون او من المكملات. طبعا ممكن تاخذ 2500 يونت مكملات فيتامين دي. بيلزمها كمان حديد حوالي 30 ملي جرام يوميا، بيلزمها الزنك 15 ملي جرام، بيلزمها مثل ما قلنا فيتامين اي 30 يونت، بيلزمها اليود، اليود ضروري جدا، ممكن تاخذه من الملح كميات خفيفه، وممكن تاخذه من المكملات، بيلزمها 150 مايكرو جرام، لانه اي قصور بالغده الدرقيه هيؤدي انه ضعف بمخ الجنين، يعني يصير المخ غير مكتمل. اهم اغذيه لها بالثلث الاول هو زيت الزيتون غني بالاوميجا مثل ما قلنا وفيتامين اي، عندنا السلمون غني كمان بفيتامين دي والاوميجا، البيض مهم جدا لصحه المخ والاعصاب، المكسرات مثل الجوز واللوز كمان مفيدين جدا، الفواكه والخضروات، تاخذ بروتينات، البان قليله الدسم بس لازم تشرب حليب لانه بيلزمها كالسيوم كثير، والبطاطا الحلوه اللي يعطيها طاقه، فيتامين سي ضروري مثل قلنا لامتصاص الحديد، فلازم تاخذ برتقال وليمون. طبعا والسبانخ مثل ما قلنا مشان الحديد والفاصوليا حديد. بالثلث الثاني، الثلث الثاني بصير تكون انسجه الجنين وعضلاته والعظام بداياته، فبيلزمها تاكل البيض، بيضه واحده باليوم او بيضتين مسلوقات حسب ما يكون هي، اذا عندها كوليسترول عالي بيضه واحده، اذا ما عندها كوليسترول عالي بيضتين باليوم مسلوقات او مقليات. لحوم لانه بيلزمها بروتين كمان اكثر واكثر. وبيلزمها حليب طبعا كالسيوم، لانه من ما قلنا لانه بده يتكون عظام الجنين، والجنين اذا ما اخذ الكالسيوم من بالغذاء هياخذها من عظامه، فهيصير معها هشاشه عظام، لذلك لازم تشرب حليب كاستين باليوم. بالنسبه للثلث الثالث بقى، هون ببلش بقى انه الجنين يكسو دهون وشحوم وكمان ليحافظ على حرارته للجنين، وكمان العظام تنمى اكثر، فبيلزمه
بيلزم كالسيوم، بعد ذلك كمان لازم تشرب حليب، تستمر حليب كاستين حليب، تاكل لحوم ودجاج، تاخذ سبانخ كمان مشان الحديد، لانه والفيتامين سي ضروري لامتصاص الحديد، مشان تاخذه من البرتقال والليمون. الياف وحبوب كامله كمان بيلزمها كثير، والشوفان حتى كمان مفيد جدا لها، بهيك بخفف عندها الامساك. اذا حست مثلا بغثيان بسبب ماده معينه غذائيه، ليس المشكله بالماده الغذائيه، المشكله انه هي عندها نقص شيء، فممكن يوصف لها طبيبتها توصف لها فيتامين بي حتى يروح الغثيان وتتناول هذا الغذاء، لانه كل الاغذيه مفيده للجنين ولها. والشغله الثانيه انه متعارف عليه انه زياده الوزن الحامل لازم يكون بين 10 و 12 كيلوغرام، اللي هو وزن الجنين والمشيمه والماء المحيط بالجنين. فاي زياده عن 12 كيلو فهو بيكون شحوم او دهون متراكمه باردافها او بجسمها، فهي غير ضروريه، فلازم تتخلص عليها بعد تتخلص منها من بعد الولاده. هلا مثل ما قلنا بالثلث الثالث كمان ليش بيلزمها كالسيوم اكثر او حليب اكثر، لانه هي كمان هيبلش يتشكل الحليب بصدره عشان الارضاع، فلازم تشرب حليب اكثر. هلا بعد الولاده بدها ترضع، الرضاعه كمان بدها تستهلك كالسيوم من جسمها، فلازم تحافظ على شغلتين، انه تضل تشرب حليب وتضل تاخذ تشرب مي طبعا، وتضل تاخذ الفيتامينات تبعات الحمل لانه مفيدين جدا لجسمها، مشان ما ينقص جسمها ويصير معها هشاشه عظام، هذا مهم جدا. وشكرا لمتابعتكم والسلام عليكم.